وثقت شبكة سوريا لحقوق الإنسان وفتى سبعة جرحى سوريين عالقين على معبر تل شهاب عند الحدود الأردنية السورية. وقالت الشبكة في تقرير لها أن المصابين قضوا نتيجة عدم سماح السلطات الأردنية لهم بالدخول لتلقي العلاج، مضيفة أن الحالة الصحية لعشرات المصابين الآخرين تتفاقم لذات الأسباب. وأكدت الشبكة أن هناك ما لا يقل عن 12 جريحا إصاباتهم حرجة سيموتون إن لم تتم معالجتهم على وجه السرعة. وكانت الأردن أغلقت حدودها بشكل كامل في وجه المرضى والجرحى والنازحين منذ شهر حزيران يونيو الماضي إثر تفجير تنظيم الدولة سيارة مفخخة على حدودها مع سوريا. وللحديث أكثر أعزائي المشاهدين عن هذا الموضوع تنضم إلينا من تركيا السيدة براء الآغا عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا بك سيدة براء، كيف هو وضع الجرحى والنازحين العالقين على الحدود؟ أهلا فيكم. أولا إحنا لازم نذكر أنه في عنا عشرات الآلاف من النازحين عالقين على معبر الركبان يلي هو بشرق محافظة السويدة. هدول عم يعانوا كمان هلأ من ظروف إنسانية كتير صعبة، إضافة لمعبر الجرحى. معبر الجرحى هو معبر تل شهاب، هذا معبر مخصصته السلطات الأردنية لعبور الجرحى من أول الثورة السورية، بس من 21 حزيران من وقت ما تنظيم الدولة أعلن عن تفجير هو يلي صار بمعبر الركبان، أغلقت هاي السلطات الحدود ومنعت من دخول أي جريح. طبعا في طرق تهريب يعني معروفة، بس للأسف حتى لو الجريح قدر يعبر هذه طرق التهريب فالسلطات الأردنية بتمنع علاجه لأنه ما يمتلك تصريح. يعني عمليا الجريح حتى لو دخل بطرق غير نظامية ما بيقدر يتعالج بالمشافي الأردنية بدون تصريح من السلطات، والسلطات الأردنية ما عم تعطي التصريح للجرحى. طيب سيدة براء، كيف يمكن أن يضغط على الحكومة الأردنية لحل هذه القضية، أو ما هي التحركات اللازمة لتفتح الأردن الحدود أمام النازحين؟ يعني احنا عم نقدم هلا مناشدات للحكومه وللمنظمات انه تسمح لدخول الجرحى، هذا هي حالات انسانيه وما في باي حال من الاحوال واي قانون من القوانين انه تمنع دخول الجرحى لحدودها. هي السلطات الاردنيه عم تقول انه سواء النازحين اللي على المعبر او سواء الجرحى هي عم تخاف على امن دولتها من تنظيم داعش. هذا الحكي غير صحيح. اولا هدول الجرحى، ثانيا فينا تتأكد وفينا يعني فينا تحافظ على أمنه وسلامه بس مع مراعاة الحالة الصحية لهؤلاء الجرحى. كان من قبل اللي يتم علاج الجريح وإعادته للأراضي السورية، حاليا حتى هذا الشيء ممنوع. سبعة جرحى فقدوا حياتهم وزال 12 آخرين، هذا اللي نحن قدرنا نوصفه، ممكن يكون في أعداد أكبر من هيك بكتير. طبعا الوضع الصحي على الحدود الجنوبية بشكل عام، المنطقة الجنوبية هو وضع كتير متردي نتيجة انه ما في مشافي ميدانية عند القدرات مثل المناطق الشمالية بسوريا، نتيجة انه ما كان يسمح انه يتنقل مشافي ميدانية على الحدود عند امكانيات متطورة عند اجهزة طبية. هلا اي جريح عنده اي حالة صحية حتى لو كانت يعني حتى لو كان جرح بسيط ممكن يتفاقم عنده، لانه ما في اخصائيين جراحة اوعية، ما في اخصائيين جراحة ممكن يعالجوهم. شكرا جزيلا لك السيدة براء الآغا عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من تركيا.